الحمد لله حفظك وسهل. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر الله عز وجل اللي انصفني الحمد لله بمسانده ديال الاصدقاء ديالي وديال جميع المتعاطفين لا من ارض الوطن ولا من خارج ارض الوطن، وكنشكر هيئه الدفاع اللي بذلت واحد المجهود كبير باش تثبت انني بريء، والحمد لله انا بريء امام الله عز وجل لانني درت على الخير مع هاد الوليدات وما كانش عندي اي حاجه باش نادي دوك الوليدات. الوليدات هما وليداتي انا والرموز ديال العينيه. كنشكر كل من ساهم لا من قريب ولا من بعيد، خصوصا التنسيقيه ديال بن سليمان والاعضاء المحامين والاصدقاء في التيكواندو والاصدقاء ديال الرياضه كاملين. كنشكر جميع الشعب المغربي كافة والشعب المغربي ارض داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وكنعزي اسر الضحايا اللي هما بمثابه الاباء ديالي والامهات ديالي، وكنقول لهم عزاؤنا واحد. الا ضاع لكم انتم وليد، انا ضاعوا لي 11 وليد، وان شاء الله ربي يخلف لنا هذا الشيء بمحسن ان شاء الله، لان مازال طاقات بن سليمان ومازال نخرجوا ان شاء الله ابطال من طينه هذوك الابطال اللي ضاعوا لنا. الله يرحم لكم ودين. شكرا.